نموت بيها نعيش حبها في قلبي ما يسهليش I love you إيش اللي بديش ما تطولوش يعطيني باش ندخلوا في الحصه ديالنا. انا اللي نقول لكم دابا بما انكم كاملين ناقصنا غير السهام ثم هي مشات تعمل الحصه ديالها. اللي نقول لكم تفرشوا ارتحتوا تفرشوا في المونديال ياك شفتوا لي ماتش وكاملين بينا خرجنا مستفدين واحد الدرس ياك هي واد المغرب ديالنا اللي تروح ما كان كيحسب به وكانت هذيك الجمله المفيده اللي العالم كامل كيهضر على المغرب دابا كيقول لك الا بغيتي ترباح وتكون في المستوى خاصك تكون اللي كنقولوا حنا دائما جروب واحد عائله ياك هادشي اللي دار المغرب كلشي كيقول لك خليك الفرقه هذيك كانت كتخدم خدامه جاوا في واحد الوقت جا واحد السيد اللي جمع هذاك الشمل ديال هذا ونوض فيهم الحماس نوض فيهم النفس ديال هذا حق ضدهم عائله يعني ملي كتكون عائله راه كيكونوا اصلا النتائج. اليوم الخميس يعني راه غدا ما كنديروا حتى شي حاجه الا كانت تكون شي حاجه في فيفاسيتي السبت كاين الماتش ما بقاوش غادي نسمعوا اللي قلنا الدرس اللي قلنا لاعبين مع الوداد عندهم ما عندهم حتى واحد عندكم نتوما مجموعين راه نتوما احسن من شي من الوداد كنتو كترينيو التفريقه والهضره والخاويه راه تجي حتى اي حتى الايدي ست ايكاز اللي عندنا اللي الله كيتعلموا حتى هما يغلبونا صافقين. صباح النور بونجور ليك ما نقولوش بزاف مازالوش نطولو بحال اللي قال كنت ديما نثقو ديما اهم حاجه نفسي انا عاد شي واحد اخر دائما نثق في راسي اللي عندي كامل نثق ان شاء الله ما يكون ان شاء الله. صباح الخير بونجور ليك. اليوم الحصه ديال اليوم غادي تكون حصه اللي غادي يكون فيها بزاف ديال الحوايج غيكون فيها توسكي تكنيك غيكون شيما تاكتيك اللي غنخدموا عليها ان شاء الله نهار ديال اللي غنلعبوا بها الماتش ديال الوداد نكونوا كونسونطرين على البنات وثيقوا في راسكم وثيقوا في راسكم وثيقوا في راسكم تبارك الله عليك. بسم الله هذا شي حاجه سهله هذه حاجه كبيره بزاف وعندنا الثقه في اميمه ياك اميمه غدير ماتش كبير ان شاء الله وعندنا الثقه فيكم كاملين كما قالوا لي كوتش ديروا النية إن شاء الله ثقوا في راسكم أي فرقة راه نقدروا نغلبوها إن شاء الله. اللي جا بسم الله وبسم الله وطرافا يلا.
الله تعالى وبركاته. معنا السي سعيد وطني مدرب فريق جوهرة نجم العريش لكرة القدم النسوية. كيفاش كانت البداية ديال فريق جوهرة نجم العريش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باش نجاوبك على هذا السؤال غنوليو شي شويه للوراء باش نعطيو غير واحد النبذه ديال هذا الفريق النسوي ديال جوهرة نجم العريش لكرة القدم النسوية اللي عنده دابا تقريبا 12 سنة على المستوى ديال العصبة والجامعة. هذا الموسم الثاني ديالنا في القسم الوطني الأول الاحترافي. من بعد ما دوزنا واحد 3 سنوات 4 سنوات في القسم الوطني الثاني وواحد 3 سنوات 4 سنوات في القسم الثالث. نبدأ أخرى فريق اللي كنا توفروا عليه حاليا في داخل البطولة الوطنية الاحترافية ديال القسم الوطني الأول اللي كيطلب منا واحد العمل آخر مغاير للعمل اللي كنا كنخدموا هذه واحد 3 سنوات للوراء. لان ملي كتقول بطوله وطنيه احترافيه يعني خاص فريق عمل لا اداري ولا تقني ولا طبي ولا يعني خصك تكون واجد هذا العمل كما قلنا يعني حتى العمل ديالو خصو يكون احترافي. وكاين واحد دفتر تحملات اللي دايرها الجامعه والعصبه الوطنيه ديالنا الكره النسويه اللي خصك تحترم واحد بزاف ديال 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 المعايير اللي هما مثلا ان بما انها بطوله احترافيه خصو يكون عندك واحد العدد ديال اللاعبات، خصو يكون عندك واحد العدد ديال الطاقم التقني، واحد العدد ديال الطاقم الاداري، خصو يكون عندك الطبي. يعني خصك بزاف ديال المسائل خصك تكون واجده. وهذا العمل هذا كيفرض ان مثلا النادي يقلب ويوجد راسو ويكون راسو في جميع ديال هاد المسائل اللي قلنا خصها تكون. مثلا حتى الاداري خصو حتى هو يكون عنده فورماسيون باش يعرف كيفاش يمشي الفريق، التقني عاوتاني الدبلومات ديالو والمسائل ديالو، الطبي عاوتاني المسائل الطبيه خصوصا في المجال الرياضي. يعني اي حاجه خصك تكون تنتينا موجده. الجامعه والعصبه الوطنيه ديالنا حنا الكره النسويه كانت عملت واحد 4 سنوات اللي عمشوا فيها تدريجيا، يعني كاين الحاجات اللي غيكونوا اوبليغاتوار في واحد السنه واللي هو استثنائي غنخليوه على تنوصلوا 2024 بالحق 2000 الموسم ديال 23 24 غتكون البطوله احترافيه بمعنى الكلمه. يعني خص ما كاينش استثناء فيها، خصو يكون عندك المسائل دفتر التحملات تحترم كما هو. ومن بعض النقاط اللي انا ندرجوها حتى في الكره النسويه ديالنا داخل مدينه العرائش اللي هو النقطه اللي حنا دابا وقعنا فيها اكراه كبير. من النقاط اللي كتطلب منك الجامعه انه خصو يكون عندك ملعب كيحترم المعايير ديال اللعبه اللي هو الارضيه ديال الملعب، لي فيستير، يكون عندك تريبيون، يكون عندك المكتب ولا نقولوا واحد المكان خاص بالصحافه، المنصه للجمهور، يعني بزاف الحاجات اللي كتدخل غير في الملعب. هذا من الاكراهات اللي احنا دابا في الصعود ديالنا القسم الوطني الاول اللي كنا فرحين له وخدمنا عليه بزاف باش نوصلوا لهذ الدرجه هذه. كنتاسفوا في الحقيقه، كنتاسفوا لان ما عرفناش لحد الساعه احنا ما نقدرش ندخل في المواضيع لان كتجيب لنا غير المشاكل. اللهم نقولوا غير اللي هو اساسي فيها. دابا حنا هذه السنه الثانيه على التوالي للفريق في الصعود ديالو يلعب البطوله ويستقبل دائما خارج الميدان ديالو، ماشي على شي حاجه مثلا ان كاين شي عقوبات، انما على الحاله الكارثيه اللي فيها الملعب اللي اضطرت ان الجامعه تقول لنا سيروا قلبوا على ملعب اخر. حنا دابا كما حضرتوا معنا اليوم انتم كتشوفوا حتى الملعب كيف داير. يعني حنا ديجا بلا ما نلعبوا مثلا مقابله رسميه ولا حبيه فيه، غير في التدريب عندنا مشكل في الاصابات ديال اللاعبات. يعني كاين امام ماشي يعني ملعب بصفه عامه الارضيه ما بقاتش صالحه حتى للمشي.
وانتم دابا حاضرين معنا كتشوفوا راه ربما عندكم هذا الروبورتاج ديالكم مع بناتي، وهذا الاكراه هذا كنتاسفوا له حنا في الحقيقه، كنتاسفوا بزاف لان هذاك الشيء اللي باغي نوصلوا له حنايا كيخلينا دائما باقين بعادين وزمننا، حنا كنتقاتلوا بزمننا، كنعملوا مجهود زايد على اللي خصنا نديروا باش على الله ان هذا الفريق يحافظ على المكانه ديالو في قسم المواطنين الاول. وكما شاف العالم، العالم شاف ان صاحب الجلاله في الانجاز اللي دار المنتخب الوطني، وهذه فرصه باش نقولوا هنيئا للمنتخب الوطني بهذا الشيء اللي عمل، ومبروك علينا ومبروك على الجميع على هذا المستوى اللي وصل له المنتخب والكره المغربيه. انما كما قلت صاحب الجلاله كيشوف يعني تلقى في الكلمه ديالو والاهتمام اللي عاطينا الرياضيين، ويعني الحاجات اللي كيدير باش يوصل هاد الرياضيين ويوصل هاد البلاد للمستوى العالي، كيعمل يعني كيعمل واحد تشجيع ما شاء الله. كنتفاجئوا حنايا ما عرفتش، ما انا قلت لك ما خصنيش ندخل في هذا الموضوع لان بزاف حنا في الوقت اللي خصنا ننتظروا شي مسؤول ديالنا على المستوى الاقليمي مثلا، بيبان ان حنا في اقليم العرائش دائما كنا، انا بعدا شخصيا دائما كنت كنتظر ان شي مسؤول مثلا في الجامعه ولا في الاقليميه، هذوك الناس اللي كيعطيو هذاك الدعم ولا المنح ديالهم على الاقل يجيو عندنا شي نهار يحاسبونا يقولوا لنا اجيو انتم راه حنا موفرين لكم ودايرين لكم، فين وصلتوا فين درتوا، راه هذه النتائج ديالكم ما كتشرفناش وحنا كنديروا كذا، كنتسناو شي نهار يجيو يتحاسبوا معنا يقولوا لنا كذا شي. دابا حنايا غير على الملعب، وخلي المنح دابا هذاك الموضوع عاوتاني واحد اخر، على الملعب دابا عامين وحنا خارج المدينه ديالنا، حتى الجمهور اللي متعطش انه يشوف الفريق ديالو في قسم الوطني الاول. احنا دابا مثلا جيتي في هذه المناسبه احنا لاعبين مع الوداد البيضاوي، راه كتلعب مع الوداد، تلعب مع الرجاء، تلعب مع الجيش، تلعب مع اتحاد طنجة، تلعب مع العيون، تلعب مع الفرق اللي هي فرق دابا مابقاش الفرق ما بين الولد وهذا، والبطوله انت كتشوف فيها البطوله شاقه كتمشي حتى للعيون، كتمشي يعني بطوله احترافيه بالمعنى الكلمه. علاش هذا الجمهور ديال المدينه العرائش محروم انه يشوف الفريق ديالو؟ قطعك سي سعيد، فلحت الساعه الجمهور العرائشي مازال ما تفرجش في مقابلات ديال فريق جوهرات نجم العرائش. البدايه ديالكم كانت في الفتره اللي كانت فيها كورونا في القسم الثاني، ما كانش الجمهور تيدخل الملاعب. الفتره الثانيه لقينا ان الملعب غير صالح لممارسه كره القدم، فانتم تتلعبوا مقابلات جميع المقابلات خارج المدينه ديالكم، حتى الجمهور العرائشي ما تيعرفش شكون هو فريق جوهرات نجم العرائش. فعلا تا ملي طلعنا للبرومي ديفيزيون يلاه لعبنا جوج مقابلات داخل الملعب وكانت كورونا، يعني مسموح غير واحد العدد محدود اللي هو 10 كانوا كيعطيو لنا ديال الناس ديالنا، وخصهم يكونوا في الاداره ولا شي حاجه اللي تفوا الفريق ديالنا الفريق النسوي مثلا مباشره في الملعب ديالنا. وحنا في المباشره يعني ملي كنا كنلعبوا هاد الماتشات اللي لعبناهم واخا كانت الابواب مغلقه، هذوك الناس اللي كانوا كيتفرجوا تفرجوا في الفريق في القسم الوطني الاول كيقول لك عندكم تبارك الله واحد المستوى، الكره اللي كتفرجوا فيكم ولا الاهداف اللي كنشوفوا في البطوله ديالكم ما كنشوفوهاش حتى في البطوله الاحترافيه ديال الاولاد. يعني بصح الجمهور العرائشي يعني محروم كيما محروم من شباب العرائش، محروم من الفرق الاخرى. ما عرفناش، انا كنقولها عاوتاني المره الثالثه نوليو نفس الموضوع، لان دائما كنسمعوا ديك الوعود ديال ان راه ما جينا هذا الشهر، هذا الشهر الثاني داز العام اللي داز في الصيف، دابا حنا سمعنا مؤخرا من بعض المسؤولين حقا دابا الجامعه الليله تجي تعدلوا. نتمناو دابا حنا دائما كنقولوا كنتفائلوا خير، لان ما غنقدروش نواجهوا، حنا ما غنمشوش عند الجامعه رئيس الجامعه ولا الاعضاء الجامعه ولا عم شعر الرئيس الاقليمي وعنجي وعنقولوا له، لان احنا حاسبينهم بعدا هذوك لا رئيس الجماعه ولا رئيس المجلس الاقليمي اللي هما على الاقليم ديالنا، احنا ما حاسبينهمش راه هما مسؤولين خارج المدينه ولا خارج الاقليم، راه حاسبينهم احنا خوتنا. انا بالنسبه لي من الصباحي راه خاي، واش غنمشي نغوت على خاي باش نقول له يعدل مثلا شي حاجه؟ راه هو خاي وراه كيشوف المدينه شنو فيها، راه هما اللي خصهم يتحركوا. كاينه وعود دابا ان شاء الله بحول الله، لان حتى المجلس هو باقي جديد، ما نطلبوش منه شي حاجه جات من قبل منه.
كاين وعد بان هذا الشيء تصلح قريبا، نتمنوا هذا قريبا، هذه المره تكون ان شاء الله قريبا بالصح. رئيس المجلس الاقليمي تا هو باقي جديد، لان في المجلس تا هو كاين يعني دابا عاد نقدروا نقولوا لهاد الناس ان نحكموا عليهم في العام اللي ماجي، لان غتكون عامين ديال 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 الخدمه ديالهم في المجلس، هذيك الساعه نقدروا نحاسبوا عليهم. اما دابا ما علينا، نقولوا لهم الله يرحم والدين، ما يعني يديروا، الا كانوا كيديروا شي جهد يديروا شي جهد مضاعف على اساس هذا الملعب هذا يتعدل، نوليو مستقبلو في المدينه ديالنا، لان بصح كنتعذبوا لا ماديا ولا معنويا ولا صحيا، كنتعذبوا بزاف ملي كنستقبلوا شي مدينه ديالنا، دائما مسافرين دائما مسافرين، وحنا بغينا هذا الجمهور ديالنا، حنا لان محتاجين للجمهور ديالنا يشجعنا، لان كنمشيو نلعبوا في مدينه اخرى كتجبر حتى الجمهور اللي كيدخل ربما يقدر يمشي مع الفريق الاخر. حنا خصنا بغينا الجمهور ديالنا نكونوا حداه، لان راه ملي كنا كنستقبلوا هنايا ديك جوج مقابلات المقابلات راه كان الجمهور هو اللي كيحفز كل الناس، وكان كنا ما عمرنا خسرنا حنا في المدينه ديالنا مثلا في البرومي ديفيزيون. علاش؟ بهذيك الضغط وهذيك التشجيعات ديال الجمهور ديالنا. ونتمناو، انا نتمنى وانا كنقول نتمناو من المسؤولين ديالنا يزيدوا يضعفوا الجهد ديالهم على اساس هذا الملعب في اقرب الوقت يوفروه لنا، لان غيديروا فينا واحد الخير كبير وكبير وكبير بزاف. كيفاش قدرتوا انكم تستقطبوا مجموعه ديال البنات في مدينه العرائش لممارسه كره القدم؟ هذه من 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 الجواب ديالها داخل في الجواب اللي جاوبتك عليه اولا، في هذيك التعريف الصغير ديال الفريق. هو كاين واحد كاين شارج ديال الجامعه اللي كتطلب منك بعدا العدد، كما قلنا العدد ديال اللاعبات الكبيرات الاقل من 21 عام الاقل من 15 عام اللي يكونوا في الفريق الاول، يعني انت مضطر ان يكون عندك هاد الشروط توفره. بالنسبه لنا احنا كمدينه العرائش راه كانت هاد الشيء راه احنا دوزناه، قلنا شحال هادي، قلنا باش نكونوا ان فريق نسوي في مدينه العرائش اللي هي محافظه راه صعيب تعمل فريق نسوي. هذا راه هو ديجا انجاز، لان مدينه محافظه ما كاين حتى شي واحد اللي يعطيك البنت ديالو، ما كانتش عندنا الكره النسويه. توفقنا الحمد لله بفضل الله وفضل المجهود ديال الاخوان اللي كانوا معنا واللي باقيين معنا، اننا كنا واحد الفريق اللي تصارعنا مع العائلات، تصارعنا مع الجمهور، اللي انا بتجيب الدريات تريني بها وتلعبها قدام جمهور ما كانش كيحترم، ما كانش هذا، يعني دوزنا واحد 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 المشاكل كبيره، والحمد لله هادشي كامل نسيناه، وكنشوفوا الفريق فين وصل دابا وشن المستوى اللي ولا عند الفريق النسوي ديال العرائش. السي وليد الركراكي، كنا خصو يكون عندنا واحد الحلم ونامنوا به، كفريق شنو الحلم ديالكم او شنو هو الطموح ديالكم في البطوله الوطنيه لكره القدم؟ انا بالنسبه لي شخصيا ومع الفريق ديالي، انا دائما ملي بديت كنلعب كره ودائما كان عندي الطموح والحلم، دائما كنت كنحلم انني نكون شي حاجه في كره القدم، سواء كلاعب ولا كمسير ولا كاطار في تقني، دائما كان عندي انني خصني نوصل لواحد واحد واحد النيفو اللي نخدم راسي ونخدم مثلا الناس اللي معايا ولا المدينه ديالي اللي هادشي اللي داير. يعني دائما انا لحد الساعه باقي كنحلم انني مثلا واخا طلعنا الفريق القسم كونا فارق، يعني احنا اللي كونا وحنا اللي طلعنا من تروزيام ديفيزيون دوزيام ديفيزيون دوزيام برومي ديفيزيون، يعني دابا حنا في دوزيام ديفيزيون قدام هاد الاكراهات اللي كاينه، باقي عندنا حلم باقي عندنا طموح ان هاد الفريق هذا نشوفوا هاد التريبين كامله تكون بلوك، نشوفوا المدينه العرائش بحال اللي كتفرج في مثلا في اي فريق مثلا من اللي كتستقبل هنا تطوان ولا طنجه التيران بلوك، حتى حنا خصنا نشوفوا التيران بلوك. هذا الامنيه ديالي والحلم ديالي، نشوف الفريق ديالي انه كيلعب على البوديوم ماشي غير كيلعب انه ينشط البطوله ولا شي حاجه قدام هاد الاكراهات اللي كاينه. ما حنا دابا عاملين الجهد ديالنا، الحلم ديالي انني مثلا انا في المسيره ديالي نعمل عاوتاني شي 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 لقب ولا شي حاجه لهذا الفريق ولهاد المدينه، لان دابا حنا يلاه كنوجدوا فريق النهار اللي توفرنا الامكانيات والظروف والبنيه التحتيه، هذيك الساعه ان شاء الله اننا عاوتاني غنبقاو نضربوا على لما لا شي 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 سنه كما قال الركراكي خصك تعمل النيه، لما لا علاش نديو حنا البطوله عاوتاني البطوله او الكاس، ونكونوا عاوتاني حتى حنا عاوتاني شي مره نشاركوا كبطل ولا وصف البطل، نشاركوا في كاس افريقيا ديال الانديه. يعني هذا كامل كيبقى حلم وطموح حنا خدامين عليه. واخا انا قلت لك واخا كاين الاكراهات حنا خدامين على داكشي، لان حنا دابا البنات هما كيترينوا قدامك دائما، راه سمعتي الكلمه دائما كنقولوا لهم خصكم تخدموا 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 رغم الاكراهات، باش هما نيت كنوصلوهم للمستوى اللي خصهم، وتا هما راه ما عندهم حلم نوصلوهم لهم ليلهم، وفي نفس الوقت ان الفريق يبقى عاوتاني واقف على 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 على, على رجلو ويكون عنده الكلمه ديالو، لان دابا الجوهره راه كلشي ماشي غير في المدينه العريش، المستوى الوطني والمستوى الدولي كلشي ولا كيعرف الجوهره وكيتاسفوا، لان حتى حنا
دابا ملي كنمشيو نلعبوا مع شي فريق مع اي فريق او لا جا عندنا شي فريق يقول باقي كتستقبلوا في مدينه القصر الكبير ولا باقي في وزان واش ما عندكمش هاد المسؤولين هاد المدينه ما كنجبرش باش نجاوبو كنقول لهم لا كاينه خير ان شاء الله بحول الله وحنا كما قال حنا عاملين النيه وغنمشيو ان شاء الله فاللي بغيت نعرفو كيفاش تسيروا البطوله الوطنيه ضمن في واحد البطوله اللي فيها مجموعه ديال الفرق اللي كبيره وعندها اكاديميات مثل فريق الجسمانيكي مثل فريق الفتح رياضي مثل الرجاء مثل الوداد مثل مجموعه ديال الفرق اللي عندهم اكاديميات وخصوصا فريق الجيش الملكي اللي منذ سنوات هو دائما تيفوز بالبطوله الوطنيه لكره القدم النسويه شنو اللي خص فريق جوهره نجم العرائش انه في يوم من الايام يقدر ينافس هاد الفرق هادو باش يفوز بالبطوله إذا كنا حنا كننافسوا دابا هاد الفرق كننافسوهم خصوصا الفريق الان ما عندوش حتى ملعب هذه نعم كما قلت لك إذا كنا حنا فهاد الساعه هذه اللي عندنا الاكراهات وكننافسوهم يعني راه كاين الفرق الكبار اللي عند الاسم ديالها بحال اللي قلتي انت الجيش ولا طنجه ولا العيون ولا هذا يعني الفريق حنا عندنا بدا الفريق النسوي ديالنا دائما كيعمل مقابلات كبيره مع الفرق الكبيره يعني الا كنتي كتقارع الفرق الكبيره دابا بهاد الاكراهات وهاد الامكانيات اللي عندك دابا اش غنقولوا الا كانت عندك موفره لك الامكانيات ما نقولوش الامكانيات 100% حيت جبتي الجيش وجبتي الاكاديميات حنا دابا بهذا الشيء المتواضع اللي عندنا والاكراه اللي كاين الحمد لله في واحد الرتبه اللي هي مشرفه وفي نفس الوقت قلتي لي الا توفرت نعم الا توفرت مثلا توفرت البنيه التحتيه وتوفرت الامكانيات اللوجستيكيه والمعنويه والماديه راه نورمال راه هذيك الساعه الا ما حققناش شي حاجه مثلا كما قلتي انت شي بطوله ولا شي حاجه راه حنا خصنا نتحاسبوا ولا حنا خصنا نمشيو بحالنا لان ما يمكنش انت خدام في واحد الفريق موفر لك الامكانيات عندك البنيه التحتيه وكذا شي ما عطينا النتائج راه بحال اللي كتقول مثلا دابا الجيش الا ما داتش البطوله الا ما داتش البطوله راه خصها تنصحي ما تبقاش تلعب كره بالامكانيات اللي عندهم البنيه التحتيه فرق اخرى عاوتاني الفاس اكاديميه وبالمسائل كل شيء ديالهم الا ما داوش هاد الناس هادو البطوله او لا عملوا داو الكاس ولا شي حاجه راه ما بحال اللي كيكبوا الماء في التراب انا راه بالنسبه لي الفريق اللي ما عندوش الامكانيات وكيبقى متمكن انه يبقى في هذاك القسم اللي هو فيه راه ديجا انجاز هذا راه بالنسبه لي الانجاز ان مثلا هذا الشيء اللي كتشوف ديال هذا الفريق الامكانيات الماليه شبه منعدمه امكانيات ديال البنيه التحتيه دابا انت كتشوف ماشي غير شبه منعدمه المعنويه راه تقدر بنادم بحال اللي نقولوا حنا بالدارجه كتعز عليه باش يقول لك شي كلمه زوينه ها كتعز عليه اما هو يقدر واخا كتمشي تعمل اللي عملتيها يقول لك انت ما كدير والو يعني شو شحال ديال الاكراهات وكذا شي وكنقولوا الحمد لله حنا خدامين على 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 هذاك الشيء اللي عندنا وكنديروا الجهد اكثر من اللي عندنا باش كنخليوا هذا الفريق انه تكون عنده واحد البلاصه ديالو ضمن هذا الفرق اللي قلتي انت. السعيد دائما بعد الانجاز اللي حققه فريق المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم قطر 2022 وظهور لاعبي البطوله الوطنيه في هذا الحدث العالمي الكبير بمستوى كبير وكبير بزاف واش ما حسيتيش ان اللاعبات ديال فريق جوهره نجم العرائش انهم تحمسوا سيتو ان باقي ما تيفصلناش بزاف على نهايه كاس العالم ديال كره القدم النسويه اللي تجرى في استراليا وفي نيوزيلندا بالنسبه هذا سؤال مهم لان ما يمكنش شي واحد كيشوف الانجاز اللي دار ديال الفريق الوطني انا كنظن كما الى شي واحد بغى يتعمى انه ما يديش مثلا واحد الدرس من هذا الشيء اللي دار المنتخب الوطني على المستوى العالمي وما يديش درس من هذا النجاح اللي نجحوا الناس هذا اللاعبين ولا الطاقم ولا الجامعه وشوف شنو كان عندهم مقابل هذاك الشيء يعني استقبال ملكي روعه لان اي واحد كيشوف هذيك البلاصه اللي تخلي للمنتخب ولا شكون اللي استقبلهم الا انه كيبغي انه تا هو يكون واحد من هذوك المحظوظين انه يكون قدام صاحب الجلاله غير تكون حداه غير حداه بلا هذا راه هذاك ما شاء الله ماشي غير حلم فوق حلم هذا هو هادو هما الحاجات اللي كنوفروا نوصلوهم دابا حتى البنات ديالنا راه قلنا لهم كاع في الحصه اليوم قلنا لهم انه خصهم يديو درس من هذا الشيء اللي وصلوا للمنتخب الوطني ديال الذكور يخدموا باش يوصلوا لان بلا خدمه ما يمكن لكش توصل وفي نفس الوقت راه ماجي احنا على ابواب كاس عالميه بالنسبه للكره النسويه كنظن ان غيكون حتى هو هذاك غيكون واحد نقطه تحول حتى في الكره النسويه لان حتى دابا الجميع عطيها الاهتمام وحتى الفيفا عطيها الاهتمام الكره النسويه نتمنوا ان المنتخب ديالنا اللي ماشي حتى هو راه واخا
يلا باقي حديث العهد الفريق ماشي المنتخب وانما البنات يعني الكره النسويه بصفه عامه باقي حديث ما عندهاش شي مده طويله بحال المنتخبات الاخرين. بالحق بالعمل اللي كاين دابا راه حنا شفنا الركراكي في وقت ديال شهرين ثلاث شهور انه حاول انه وتمكن انه يرد الفريق عائله. كنظن حتى المسؤولين دابا على الفريق النسوي ديال 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 المنتخب المغربي حتى هما غيمشيو على نفس النهج باش يعملوا شي كاس عالم يكون في المستوى. والحمد لله راه حنا كما قلتي قبيلاتي شنو من الانجازات ولا شنو الحاجات اللي عند الفريق النسوي ديالنا. احنا دابا الفريق النسوي ديالنا من الفرق اللي كتدعم المنتخب الوطني. عندنا دابا تقريبا اربعه د اللاعبات اللي هما في المنتخب الوطني، كاين اللي في اقل من 20 عام، وكاين دابا بحال الكارديانه ديالنا اللي هي زينب العراري اللي هي باقا اقل من 20 عام دائما مع الفريق المنتخب، ودابا ولا تم الاستدعاء ديالها للفريق الاول. يعني غدا حنا غنشوفوا زينب هاي تشوفوها في استراليا في كاس العالم، وهذا راه ديجا انجاز للفريق والمدينه. وهذا كنضيف على ذلك عندنا ثلاث لعيبات عاوتاني في المنتخب الوطني ديال الفوتسال اللي هي نور الحمداوي وسهام التدلاوي ودريسيه. يعني عندنا اربعه اللاعبات هذو في المنتخب الوطني. نضيف لك باش ما نمشي لشي هاد النقطه هادي. عندنا عاوتاني في النقطه اللي قلت لك من الشروط ديال دفتر التحمل ديال الجامعه، خاصها تكون عندك فريق ديال الايديسات والايكانز. دابا الحمد لله احنا عندنا اليوم معنا طلعنا جوج بنيتات بالعرايش، يعني ملي كتكون عندك ايديسات والايكانز يعني البنات بالعرايش. احنا دابا معنا جوج بنيتات كنديو معنا وتا هما كيترينو مع الفريق الاول من اقل من 17 عام مع الفريق الاول. احنا بدينا كيخرجوا الثمار ديال 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 العمل ديال القاعدي اللي هو ايديسات والايكانز. وفي الايكانز عندنا جوج او ثلاثه البنات اللي هما في المنتخب ديال العصبه. يعني هذا ديجا هو تا هو انجاز ما كيجيش من الفراغ. وهاد الفئه الاقل 15 واقل من 17 حنا الحمد لله فرحانين. دابا علاش؟ لان قبل كنا كنمشيو حنا نقلبوا على البنات وما كيعطيو لنا شي والديهم، دابا ولينا كنجبروا الوالدين كيجيبوا لنا البنات ديالهم. علاش؟ لان شافوا الكره فين وصلات وشنو كيجي موراها. دابا حنا ولينا كنقولوا للبنات هذوك اللي كيجيو ربما ما كاينش المقاعد كامله يعني عامره ولا شي حاجه. قبل كنا كنقلبوا على وحده ما كنجبروهاش. وهاد البنات هادو راه عندهم عاوتاني بطوله ديالهم، بطوله وطنيه. دابا الايديسات راه تلعب بطوله وطنيه هذا العام، وزيد دابا البطوله النسويه فنات عاوتاني غيستقبلوا. خصك تمشي تشوف لهم عاوتاني ملعب اخر، مدينه اخرى، خصهم الترونسبور ديالهم خاص بهم، خصهم عاوتاني الاك، خصهم كذا، يعني بزاف ديال الاكراهات. كنتصادروا عاوتاني احنا كما قلنا كاين بعض الوعود مع الجامعه ولا المجلس الاقليمي باش هذا العام يكون عام استثنائي هاد الرياضه ان شاء الله في مدينه العرائش. الفريق تيتوفر على مجموعه ديال المحترفات ومجموعه ديال اللاعبات اللي من خارج مدينه العرائش. كيفاش تقدروا توفروا الظروف المناسبه لهاد اللاعبات هذو؟ بما ان قلنا في الاول راه بطوله احترافيه وكاين الشروط، كاين دفتر تحملات. يعني ديجا ملي كتقول احتراف راه ربطك واحد العقد احترافي مع اللاعبات كاملين، اللاعبات كاملين ما كاين بدون استثناء، لان هذا شرط من الشروط ديال البطوله. وبما ان جبتي كيفاش كنديروا، راه من الشروط ديالنا ان مثلا بتجي عندك واحد اللاعبه من خارج مدينه العرائش، يعني خصك ديجا توفر لها السكن، توفر لها الماكله، توفر لها فوق الصالير اللي يعطي الجامعه. لان كتقول لك انا راه ما جا من فارق ولا ما هذا، خصك تزيد لها هي هذيك الصالير اللي يعطيها الجامعه ماشي كافي لي لا. يعني كاين شروط بزاف. لهذا احنا دابا في الفريق ديالنا ديجا عندنا تقريبا 14 ولا 15 اختار، يعني تقريبا 15 لعيبه من خارج مدينه العرائش في انتظار ان شاء الله البنيتات كما قلنا يتكونوا لنا ديالنا باش يكون. حنا ما كنقولوش هاد البنات برانيين، حنا راه عندنا عائله مع بعضياتنا ما كنحسبوهمش برانيين. يعني راه الاغلبيه ديال البنات دابا راه عملوا البطاقه ديال مدينه العرائش، يعني هما صافي كيقول لك حنا ولا بنات العرائش. بالحق خصك توفر لها هاد الامكانيات. وباش تعمل هاد الامكانيات غنقول واحد الكلمه باش يعرفها الجامعه حتى هي، بان راه حنا ما جالسينش لا المكتب، المكتب جميع الاعضاء المكتب
ولا حتى حنايا، يعني بمعنى نحن عائلات اللي في الطاقم التقني ولا في الطبي كنتعاملوا مع بعضياتنا وما جالسينش، يعني راه دقينا بزاف ديال البيبان ديال الشركات، مشينا عند المستثمرين في هذا، راه حنا ما جالسينش بالله بحق الله غالب، الله غالب، راه اللي كتمشي عنده كيقول لك راه الازمه كانت كورونا، صبروا ما هذا، حنا دابا كنحاولوا اننا باش ما يوقع لنا شي المشاكل لا مع البنات ولا في الديبلاسمون ديالنا وفي المصاريف اللي هذا، ماشي غير كنحاولوا، راه يعني ملزومين. انا راه ديجا الخير والبركه ديالي في يعني فلوس في الفريق، الرئيس نفس الشيء، الاعضاء نفس الشيء، لان ضروري خصك توفر هذه الامكانيات في انتظار كما قلنا هاد اللمسه ديال رئيس الجامعه ورئيس المجلس الاقليمي ولا الجهه انهم يوفروا هذا الفريق والفرق اللي كتخدم واللي اللي عندها الاكراهات وكتسمى البطوله الوطنيه، انهم يوفروا لهم الامكانيات المعقوله، ماشي هذيك الامكانيات اللي خصك تجي عاوتاني تمشي 9 8 سنين، لا خصهم يوفروا للفريق هذاك الشيء اللي كيخدم عليه. انا ملي كنقول البطوله الاحترافيه راه انت كتمشي للعيون، كتمشي لاصازاك، كتمشي لنتارودات، كتمشي لايتعزاك، كتمشي لاكادير، المغرب كامل، وهادو امكانيات زائد الامكانيات اللي قلت لك اللي خصك توفر لهم السكن واربعه ديال المنازل اللي كاينين للبنات، هي أربعة المنازل، زيد عليهم الماكلة، زيد عليهم الشراب، زيد عليهم الدواء ديالهم، زيد لهم يعني مصاريف كثيرة وكثيرة بزاف. بهذه المناسبة هذه نشكر أنا بعدا نشكر الرئيس الفريق ولا الأعضاء ديال المكتب كامل ولا الإخوان اللي معايا، لا هشام ولا القريوي، جيهان، ما ننساش اللي مكلف بالأمتعة عادل والأخ رضا، ما ننساش شنو سميتها نزيهة اللي مكلفة بالفئة الصغرى، وما ننساش الجامع ديال الحراس البزيوي، ما ننساش شنو اسمه الاستاذ ديالنا عادل البريباراتور فيزيك، يعني كما قلت لك هذا الطاقم اللي خدام مع الفريق، كنقول لهم انا شكرا من هذه المناسبه لان عاملين واحد المجهود باش يكون هذا الفريق يبقى واقف على رجله ويوصلنا، هو ديجا وصلنا لواحد المرتبه وخصنا نزيدوا نفوتوا هذه المرتبه ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم بعدا. الاسم ديالي نور حمداوي، لاعبه فريق جوهره نجم العرائش، بخصوص المنتخب الوطني كبير اللي غادي يكونوا في كاس العالم ديال في نيوزيلندا، انا هذاك من بين الطموحات ديالي الكبيره اللي باغا نوصل لهم ان شاء الله يا ربي، باغا نكون من بين ال 25 وحده اللي كاينين تما ان شاء الله. ديال عطية الله في مونديال اللي تلعب في نفس المركز ديال نور حمداوي في مونديال قطر 2022، شنو الاحساس اللي حسيتي كلاعبه البطوله الوطنيه لكره القدم النسويه وتابعك وتابعنا مونديال من هنا للصيف 2023؟ بالنسبه لعطية الله هو كان من ابرز اللاعبين في هذا المونديال ديال قطر، تلقى بزاف ديال الانتقادات بحكم انه لاعب ديال البطوله الوطنيه وهذه، بالحق كان باين وكان من ابرز الاظهره اليسرى في المونديال، وكنتمنوا حتى البنات ديالنا يعطيهم فرصه اللي في البطوله الوطنيه النسويه، حيت كاين بنات تبارك الله مزيانين ويستحقوا يستاهلوا يكونوا في المنتخب الوطني الكبيرات. انا اللعيبه زهره هريمش، لعيبه فريق جوهره نجم العريش لكره القدم، ف كنظن ان من احسن الذكريات عند زهره هريمش هي اللعيبه اللي كانت نفذت اخر ضربه ترجيحيه ضد فريق هلال تمن راست، وكانت مقابله سد للصعود الى القسم الوطني الاول. شنو الذكريات ديال زهره في هذيك المقابله، بالخصوص انك كنت اخر لاعبه اللي تنفذ ضربه جزاء ترجيحيه واللي هي اللي عطات الفريق جوهره نجم العريش الصعود الى القسم الوطني الاحتراف؟ السلام عليكم. بعدا صراحه كانت هذيك المقابله صعيبه بزاف، والمدينه كامله كانت كتسنانا، وحتى حنايا كنا صراحه باغيين نديروا شي انجاز على ود هذه المدينه وعلى الناس كيتسناو. كانت واحد المقابله اللي صعيبه والحمد لله تمكنا في الاخير نربحوها. صراحه كان واحد الشعور ما نقدرش نوصفه لك، كانت الركله الاخرى لان اللي قمت بالتنفيذ ديالها كانت صعيبه لدرجه البنات ما بغاوش يبغوا ينفذوها، وصافي في الاخر قلت لهم انا اللي غنفذها،
وصافي تقت في راسي ومشيت نفدتها وجاب الله تيسير. كانت مسؤوليه كبيره على زيد واحد واحد المسؤوليه كبيره بزاف صراحه والله. من بعد ما نفدتي وسجلتي شنو الحاجه اللي بانت ما بين عينك؟ اول حاجه تصدمت ما تيقتش والله العظيم ما تيقتش لدرجه بكينا بزاف وحتى سال داك الشيء والاحتفال عاد تيقنا باللي حنايا صعدنا القسم الاحتراف. رجعوا البدايات ديال زهراء، كيفاش كانت البدايات ديالك وكيفاش اتجهتي لكره القدم النسوية؟ تنعرفوا ان البنات تيتجهوا لمجموعه رياضات كرة الطائرة، كرة السلة، علاش زهرة هريمش اتجهت للعب كرة القدم وكيفاش كانت البداية ديالك وشكون اللي خلاك تمشي تلعبي كرة القدم النسوية؟ صراحة هي شجعك باش تلعبي كرة القدم النسوية؟ هي صراحة البداية ديالي كانت غير في الشارع مع جيران ديالنا وهادي، حتى ملي وصلت لواحد السن لقيت راسي كنلعب الكره مزيان، بدات كنلعب في البطولات ديال المدارس ومن بعد اكتشفوني الجواره ولعبت معاهم. واش الطموح ديال زهره هريمش؟ واش كاين الطموح ديال ان من بعد زهره هريمش نشوفها محترفه في احدى الفرق الكبرى في اوروبا؟ لماذا؟ هذا صراحة حلم أي واحد كيتمنى وإن شاء الله تقدر تشوفني محترفة. فقط تفصلنا أشهر قليلة عن مونديال كرة القدم النسوية، تنشوفوا الإنجاز اللي قدم فريق أو منتخب وطني لكرة القدم في مونديال قطر 2022، تشوفوا أننا قادرين أن نحققوا نتائج إيجابية؟ قادرين المنتخب الوطني قادرين، ياخذوا غير لعب رغم المنتخب ديال الرجال وإن شاء الله قادرين يحققوا نتائج إيجابية في المونديال. دونك أن الإنجازات اللي حقق المنتخب الوطني للرجال خلى البنات طموح كبير اكيد هذا خص يكون بالنسبه ليهم واحد الطمون ويعطيهم واحد الامل باش يزيدوا القدام. توس جي منوم نيمبوس ماري اديت جو سوي لون دي 4 افريكان سوب سارا جو سوي رافي دو مي ريتروفي سي با ما بروميير اني او ماروك مي سوي رافي دو مي تروفي على اراش جو في اون تري بيل اكسبيريانس افيك مي كوتش مي كويكيبيير تو سي باس دون لي نورم سوي رافي دتر ici C'est un plaisir de se retrouver en train de jouer encore une fois de plus au Maroc. Donc, alhamdoulilah que dans le championnat, que nous, l'équipe et le staff, nous puissions avoir un bon résultat, se maintenir en première division. C'est ça l'objectif de toutes les joueuses et avoir un très bon résultat à la fin. J'espère que le Dieu va nous aider à être en pleine forme, éviter des blessures tout au cours du championnat. Donc, je ne souhaite que le meilleur à l'équipe. جوهرة نجم العرائش عليها نموت بيها نعيش حبها في قلبي ما يسهليش I love you إيش اللي بدي